في الداخل السوري اغتيال شقيق رئيس مجلس الشعب واستمرار الغارات على ريف دمشق. غارات جوية بطيران. بالمقاتلات والطائرات الحربية والمدافع يقصف النظام في سوريا المناطق الثائرة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أعلن دك مدينة دوما في ريف دمشق منذ الفجر. وأشار المرصد إلى أن قوات النظام ألقت قنبلتين على قلب المدينة ما أدى إلى عدد كبير من القتلى والجرحى. إلى ذلك انفجرت سيارة مفخخة ليلة الاثنين الثلاثاء قرب العاصمة دمشق في المعظمية، وأسفر انفجارها عن أضرار مادية جسيمة وسقوط بعض الجرحى وفق معارضين أشاروا إلى إطلاق نار وقصف أسفر عن مزيد من جرحى بعضهم في حال حرجة. أعمال العنف هذه تأتي غداة يوم دام قتل خلاله 247 شخصا. في المقابل أعلنت وكالة سانا أن مسلحين قتلوا شقيق رئيس مجلس الشعب السوري في الميدان في دمشق. في العمل السياسي المعارض وافق المجلس الوطني السوري الذي يجتمع في الدوحة على إعادة هيكلة نفسه بتقليص عضوية الأمانة السابقة واستيعاب 13 مجموعة معارضة أخرى، وسط اهتمام بمبادرة المعارض البارز رياض سيف الهادفة إلى توحيد فصائل المعارضة. ومن الأردن أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أنه التقى رئيس الحكومة السورية المنشق رياض حجاب، وأشار لافروف إلى ضرورة البناء على ما تم التوصل إليه في جنيف والتعامل مع كل الأطراف وليس فقط حكومة دمشق. من جهة أخرى أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين أن سيارة عسكرية إسرائيلية أصيبت في هضبة الجولان برصاصات طائشة مصدرها الجهة السورية.